بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وحلقة جديدة وحياتنا. هذه الأيام من الأيام المباركة، دخل شهر ذي الحجة وهو من الشهور الجميلة. نحن الآن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يعني شيء جميل وشيء رائع أن نحتفي سويا بهذه الأيام المباركة. احنا قررنا هذه الحلقة أن تكون مخصصة لفضل شهر ذي الحجة وللحديث عن الحج. ايه رأيكم ان احنا نسترجع ونشوف كيف قام الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج في العام العاشر للهجرة وكان معاه 100,000 من الصحابة؟ تخيلوا لو احنا كنا بنحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ايه هي المشاعر اللي كانت ممكن تحيط بينا وتؤثر فينا؟ تخيلوا لو احنا بنحج معه عليه الصلاة والسلام وبنطوف معه بالبيت العتيق وبنقف معه في عرفات وبنستمع الى خطبة الوداع. تخيلوا احنا كلنا واقفين نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اسمحوا لي ان تكون هذه الحلقة مخصصة للحج والحديث عن مآثر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحج، وكيف كان يحج الرسول، وأهم المشاهد الجميلة التي طرأت لأعين المؤمنين والصحابة في تلك الفترة العظيمة من تاريخ الأمة الإسلامية. في البداية أرحب بضيفي الغالي العزيز الحبيب علي الجفري، كل عام أنتم بخير. حياك الله وبارك فيك، وعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة المحمدية بالخير والفتح والفرج والتوبة والرجوع إليه. آمين يا رب. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مولانا. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأيام والليالي العشر الأول من ذي الحجة، بل أقسم بهن الله سبحانه وتعالى بقوله والفجر وليال عشر. فالأرجح عند المفسرين أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وصل الحد من تعظيم هذه الأيام والليالي إلى الحد الذي قورنت بالعشر الأواخر من رمضان، واختلف العلماء أيهما أفضل إلى هذا الحد، وهو أمر يعني يغيب عن كثير من المسلمين اليوم معرفة فضله. ثم كان يعني الجميل مما ذكره العلماء في ذلك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تعالى مثل العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد كان معظما في النفوس. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي أن ما توجد أيام في السنة الأعمال فيها أفضل وأحب إلى الله، الأعمال الصالحة، من هذه العشر الأول من ذي الحجة. نعم. يستحب فيها الصيام، وقد ذكر عدد من السلف، ولعلها يعني مذكورة عن بعض الصحابة، أنهم كانوا يحتسبون صيام اليوم من أيام العشر لكفارة سنة، كفارة ذنوب سنة كاملة، ويحتسبون يوم التاسع الذي يوم عرفة بكفارة سنة قبلها وسنة بعدها، وهذا لغير الحاج. فهي مجال واسع وعظيم للإقبال على الله عز وجل والتغانم والرجوع إليه. يعني مرت علينا ليالي رمضان والعشر الأواخر والقلوب أقبلت على الله ورقت، ثم عافسنا الدنيا وعافستنا الدنيا وحصلت الغفلة، جاءت هذه الفرصة ليختم الإنسان سنته بخاتمة حسنة، تمهيدا لختم عمري بخاتمة حسنة. لعل هذه الأيام العشر في حسن تقويم النفس فيها والرجوع إلى الله والإكثار من الذكر تمحو ما كان قبلها إن أكرمنا الله. ويستحب فيها مع الصيام كثرة الذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وردت أحاديث استحباب الإكثار منها في العشر الأول من ذي الحجة. عايزين مولانا نتكلم على رحلة الحج أو رحلة حج الوداع التي أداها الرسول عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الهجرة. كلمني عن كيف استعد الرسول الحج، وكان بيعمل ايه، وبعدين كلمني ايه اللي حصل من بداية الحج وحتى نهايته.
الحمد لله. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم أنه فتح مكة في العام الثامن للهجرة. العام التاسع لم يذهب إلى الحج، أرسل سيدنا أبا بكر الصديق أميرا على الحج، وفي ذلك إلماح إلى كونه هو الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سيدنا أبي بكر. وأرسل سيدنا علي على إثر سيدنا أبي بكر ليقرأ على الناس سورة براءة، فقال له سيدنا أبو بكر: أو أمير أرسلك أميرا؟ يعني لو أميرا أنا بتراجع. قال: لا، إنما مبلغ فقط. في ذلك لفت النظر إلى خلافة سيدنا أبي بكر. السنة التي تليها أعلن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلم الناس أنه سيحج. فلما انتشر الخبر بين الناس أن رسول الله قرر أن يحج في السنة العاشرة للهجرة، كل من استطاع جهز نفسه للحج، كل من عنده قدرة خرج، حتى أن بعض النساء خرجن وهن حوامل، بعض النساء خرجن وهن رضع، بعضهم خرجوا وهم كبار في السن يريدون أن يتغانموا رحلة الحج للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والبعض جاء يبكي إلى رسول الله أنه ما استطاع أن يحج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. فكان في حب هذا الصحابي وهذه الصحابي، كان في الحب الذي في قلوبهم والتعلق برسول الله والحسرة على فوات المرافقة، فتح باب كبير ليس لهم فقط بل لنا أجمعين. من حج من اعتمر في رمضان كان كحج مع رسول الله، لكن لا يسقط الفريضة، هذا لا يكون مجزئا عن الفريضة. فلما أعلم الناس تهيأ الناس، قبل خروجه صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل وتطيب وادهن وسرح لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم، ولبس إزاره ولبس رداءه، وخطب في الناس في المدينة خطبة علمهم فيها مناسك الحج. وهذا ملمح لمن يريد أن يحج. كثير من الناس اليوم يذهبون إلى الحج لا يكلفون أنفسهم بقراءة كتاب في الحج، لا يكلفون أنفسهم بسؤال شيخ، بحضور درس. والأساس في الطاعات معرفة حكم الله تعالى فيها، ليس مجرد الذهاب. فخطب صلى الله عليه وسلم قبل التحرك، علمهم خطبة علمهم فيها مناسك الحج، ثم توجه صلى الله عليه وسلم ومعه جميع النساء أزواج أهل بيته صلى الله عليه وسلم، توجهوا إلى ذي الحليفة التي تسمى اليوم بآبار علي، الميقات. وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الميقات فصلى الظهر والعصر جمع قصر، وقيل أنه صلى الظهر في المدينة وتحرك فصلى العصر قصرا، وصلى المغرب والعشاء وبات صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله اغتسل للإحرام، لسنة الإحرام يسن الاغتسال للإحرام، وتطيب صلى الله عليه وسلم حتى رؤية وبيص إلى معان الطيب على لحيته ومفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، ولبس إزاره ولبس رداءه وصلى ركعتين وأحرم، أهل بالإحرام، لبى محرما بالحج. قيل أنه كان مفردا وقيل أنه كان قرانا، الأشهر كما يذكر الإمام مالك والإمام الشافعي أنه كان مفردا صلى الله عليه وسلم، وساق معه الهدي صلى الله عليه وسلم. وكان رفيقه في الرحلة سيدنا أبو بكر الصديق، قالوا كانت لهم زمالة واحدة، أي الزاد الذي يأخذونه، راحلتهم التي تحمل الزاد كانت واحدة، يعني زادهم وطعامهم مع بعض لقرب سيدنا أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم صحبته له. حتى أنهم يقولون أثناء ترحلهم كانوا في الطريق أناخوا بمنطقة اسمها الروحاء. الروحاء منطقة بين المدينة وبدر، فيها روحانية عجيبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من 70 نبي مروا على هذه المنطقة، مروا ملبين، ووصفهم في هيئاتهم، وقال: كأني أرى أمامي هودا، كأني أرى أمامي صالحا، نبي الله صالح يقصد ذلك، وهو يلبس مرتدي النمار. النمار نوع من الصوف المخطط زهدا، وهو يلبي متوجها إلى البيت للحج. أناخوا في المستراح، فقال سيدنا أبو بكر لغلامه الذي معه: ائتنا بالطعام، الذي مسؤول عن الزمالة عن الراحلة التي عليها الزاد. فقال: إنني قد أضللته من الأمس، يعني ضيعت الجمل من الأمس ولم أجده. فأخذ الغضب سيدنا أبو بكر الصديق لأنه محرج، هذا طعام رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم أعده سيدنا أبو بكر، فأخذ يضرب الغلام الذي أمامه من حرجه. فأراد النبي أن يلفت نظره بس بطريقة راقية، لأنه ليس كبقية الناس، هو أبو بكر الصديق، يعني لو علم أن هذا طبع أبو بكر الصديق لزجره، لكن لعلمه لرقي سيدنا أبو بكر. قالوا: كان رسول الله ينظر إليه ويتبسم يقول: انظروا إلى هذا المحرم الذي يضرب غلامه، انظروا إلى هذا المحرم الذي يضرب غلامه، انظروا إلى أبي بكر يضرب غلامه وهو محرم. فاستحيا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجدوا بعد ذلك الطعام ومشوا. حتى إذا وكانوا يترحلون، يعني يبيتون ويصبحون، يبيتون ويصبحون، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويقصر فيه. حتى إذا وصلوا إلى منطقة أظنها سرف أو قريبة من ذلك،
قال النبي صلى الله عليه وسلم، بكت السيدة عائشة، قال لها ما يبكيك؟ قالت أني قد أصابني ما يصيب النساء، يعني جاءتها العادة حاضت. فقال لا عليك، قومي بالحج ما عدا الطواف حتى تطهري ثم طوفي. ثم اقترب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والناس كلما مشى في الطريق كلما سار كلما ازداد عدد الذين يلحقون برسول الله من القرى والمدن التي في الطريق إلى مكة، والناس تركض لتكون حوالي رسول الله. يقول بعض الصحابة، كنت إذا نظرت إلى يميني رأيت الناس مد البصر، وإذا نظرت إلى الشمالي رأيت الناس مد البصر، وإذا نظرت أمام رسول الله وجدت الناس مد البصر، وإذا رأيت خلفي وجدت الناس مد البصر. الله. وكلهم محدقون بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينظرون إليه، حتى وصل إلى مكة صلى الله عليه وآله وسلم، فاغتسل لدخول مكة كما جاء في بعض الروايات، وتهيأ وكان محرما فلا يتطيب لأنه قد كان أحرم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان عرقه الطيب صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم واغتسل ودخل إلى المسجد، فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج صلى الله عليه وآله وسلم، ومكث بطرف من مكة يصلي ويصلون الناس معه، حتى جاء وقت يوم الثامن من ذي الحجة ليتهيأوا اللي يسمونه يوم التروية وليلة التروية، وتهيأ للذهاب إلى منى صلى الله عليه وآله وسلم من الظهر، وقضى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى الصبح في منى، وتهيأ للذهاب إلى عرفة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. لما أصبح في يوم عرفة خرج صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل في الصباح، وكان يوم جمعة، حتى وصل في الصباح إلى منطقة نمرة، جزء من نمرة ليس من عرفة، وجزء من مسجد نمرة من عرفة، هو في منطقة التي ليست من عرفة لا يكون فيها الوقوف، حتى إذا زالت الشمس أي إذا دخل وقت الظهر، صلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، وصعد على دابته على راحلته على الناقة، ومشى إلى أن دخل إلى عرفة جهة الصخرات اللي يسموه الناس اليوم جبل الرحمة، تحته هناك صخرات هكذا متناثرة، هناك وقف صلى الله عليه وسلم وقال كل عرفة موقف أينما وقفت، وخطبهم صلى الله عليه وآله وسلم خطبته في يوم عرفة. وكانت خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم عرفة ركز فيها على بيان قواعد الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ما هي قواعد الإسلام وأسس الإسلام والإيمان. ثم لفت النظر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله من خلال خطبته في يوم عرفة إلى رمي آثار الجاهلية من ورائهم، ألغى دماء الجاهلية، ألغى أموال ربا الجاهلية، وقال ابتدى أول قال إن قال صلى الله عليه وسلم إني وضعت دم الجاهلية، وأول دم أضعه ذكر دم ابن عمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك ثار ليلغي هذه المسألة، وإني قد وضعت ربا الجاهلية تحت قدمي، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، يعني ألغيت أثر اللي يسمونها الفوائد الربا القائمة من القرض التي تستغل الناس وتمتص أموالهم. ثم ركز صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتداء على الأنفس، قتل الناس بغير وجه حق، حذر صلى الله عليه وآله وسلم من هتك الأعراض، حذر صلى الله عليه وسلم من أخذ الأموال بغير وجه حق. ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصى بالنساء خيرا، انظر هذه حجة الوداع ركز على هذا الأمر، استوصوا بالنساء خيرا، وأخذ يعلم الناس في خطبته حقوق المرأة على الرجل، وحث الرجال على الاعتناء بنسائهم. كان من الممكن أن يقول واستوصوا بالرجال خيرا يا معشر النساء، لكنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، والصحابة كلهم محدقون ينظرون إليه صلى الله عليه وآله وسلم، يستمعون إليه وهو يخاطبهم، نفسي وأبي وأمي له الفداء. ثم قال له حثهم على الاعتصام، أني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة، أمرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم ختم خطبته بقوله صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ فقال الناس نعم، فقال اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا بلى، قال اللهم فاشهد، كان يشير بإصبعه إلى الناس، ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، يقول اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضا. وختم خطبته صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف الناس أصائم هو أو مفطر في هذا اليوم. فكانت إحدى النساء حكيمة، أرسلت مع ابن لها قدحا من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة،
فلما تناول اللبن وشرب علموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في هذا اليوم. وأخذ العلماء من ذلك عدم استحباب الصيام في يوم عرفة للحاج إذا كان هذا يضعف همته في العبادة والطاعة. ووقت الوقوف في عرفة يبتدئ من زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ويستحب النفر بعد المغرب قبل ذلك. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته قام صلى الله عليه وسلم يدعو، كان يلح على الله تعالى بالدعاء. قال العلماء وقال بعض الصحابة الذين رأوا ذلك كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من اجتهاده في الدعاء، ثم تارة يضم يديه صلى الله عليه وسلم إلى صدره كالمسكين الذي يطلب الطعام، وهو يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويبكي ويتوجه ويستغفر حتى مالت الشمس إلى الغروب. هذا أعظم وقت في الحج كله، وقت ما بين الظهر إلى غروب الشمس في عرفة، عليها المعول كله في الحج، يعني هي مرتكز الحج. ينبغي الإنسان في هذا الوقت من الظهر إلى المغرب يشتغل بالذكر والدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء عرفة. قال وما دعاء عرفة؟ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تلاحظ هذا ليس بدعاء صحيح، ومع ذلك سماه النبي دعاء عرفة. قالوا نعم، لأن الله حليم كريم معطي وهاب، إذا العبد أثنى عليه أعطاه، فكأنك تطلب من الله عز وجل بطريقة معظمة لله. لا إله إلا الله، أنا ما لي رب غيرك فمن يعطيني، وحده لا شريك له، أنا موحد بك، له الملك ما أريده كله في ملكك، وله الحمد وأنا أشكره على ذلك، وهو على كل شيء قدير. فهو نوع من الطلب الراقي من الله عز وجل، وفيه ملء القلب بالتوحيد لله عز وجل. فكان يحث على ذلك، فكان علماؤنا وأشياخنا يقولون في يوم عرفة يستحب للإنسان أن يكثر من هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا إن استطاع الإنسان يأتي بألف مرة ولو ابتدأ من الصباح فهو حسن، إذا استطاع أن يأتي بمئة فهو حسن إذا لم يستطع على الألف. كذلك سورة الإخلاص، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة ما تيسر من القرآن. لكن ما قبل الغروب، يعني من الزوال إلى الغروب، لا سيما العصر، هكذا كلما اقترب الوقت من الغروب فالوقت وقت دعاء وتوجه. يذكرون عن الحسن البصري أنه قام في يوم عرفة يدعو على راحلته عندما زالت الشمس، حتى زال الظل من المكان الذي كان هو فيه، وكان الوقت صيفا، فكان يعرق وهو يدعو حتى غابت الشمس. أشفق عليه الناس، سحبوه أو قبل غروب الشمس سحبوه إلى الظل. قال ما لكم؟ قالوا أشفقنا عليك من العرق، إن ثوبك لو عصر لخرج منه العرق. قال أهو في الشمس كنت؟ قال أهو ما شعرت بحرها؟ قال ذكرت ذنبا أذنبته فيما بيني وبين الله عز وجل، وتذكرت وقوفي بين يديه في يوم القيامة فأذهب عني حسي، لم أشعر بحر الشمس. فهذا اليوم يوم دعاء وتوجه وابتهال، لا ينشغل فيه الحاج لا بالكلام ولو المباح الفارغ مع الناس، ولا بالضحك، ولا بالأمور الأخرى، ولا بالأخبار. التركيز فيه على التوجه إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو ما رؤي إبليس في يوم أخسأ منه كما ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. قال يحثو على رأسه التراب إذا مالت الشمس إلى الغروب، لأنه يسمع أن الله عز وجل قد نادى أهل عرفة أني قد غفرت لكم. لما تزول الشمس لماذا يبدأ الدعاء في ذلك الوقت؟ لأن الله يتجلى على أهل عرفة ويباهي بهم الملائكة، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولهذا قالوا من وقف في عرفة وظن أن الله لن يغفر له فقد أتى بابا من الكبائر، ارتكب كبيرة بظنه هذا. فلما غابت الشمس عليه صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من حوله وهو يخطبهم يدعو يتوجه إلى الله، حزم ركب راحلته وتحرك دون أن يصلي المغرب، نوى تأخير المغرب إلى العشاء حتى وصل. وكان عند النفر عندما بدأت الناس تنفر كان يقول السكينة السكينة، لا تبضعوا في السير، يعني لا تسرعوا، وهذا تنبيه لما يحصل أحيانا من تدافع الناس في السيارات أو في المشي، السكينة السكينة. وكان يأخذ بزمام راحلته حتى يكاد يعني يحرك عنقها إلى جهة الركاب من شدة ما كان يهدئها حتى لا تؤذي أحدا، السكينة السكينة. ونفر وهم معه قالوا 120 ألف كانوا معه، وقيل 124 ألف صلى الله عليه وسلم حجوا معه في تلك السنة، وكلهم يتلفت إلى رسول الله. حتى قالوا أنه لما كان في مكة وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج تكاثر عليه الناس لما دخل إلى المسعى، كانوا الناس يتوقعوا الذين لم يروا من قبل ينظرون، والنساء ينظرن من أخبيتهن، يو هذا محمد، هذا محمد، هذا هو رسول الله، حتى التفوا حوله فلم يستطع أن يمشي من كثرة تزاحمهم عليه. قالوا وما كان يذاد الناس بين يديه، ما
ما كان يقبل صلى الله عليه وسلم إذا مشى يبعد الناس من أمامي، فما كان الناس يذادون بين يديه، فلم يستطع سعي جيدا فجيء براحلته صلى الله عليه وسلم، فسعى صلى الله عليه وسلم على راحلته على ناقته، وكان يسرع الخطى إذا وصل إلى بطن الوادي ما بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة التي علمت الآن بالخطين الأخضرين في المسعى، بين الخطين الأخضرين كان يسرع، يستحب للرجل الإسراع ولا يستحب للمرأة ذلك، وفي الطواف في الثلاث الأشواط الأولى كان يسرع صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يزاحم أحد أو يؤذي أحد. قالوا لما أقبل على الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم أشار بمحجنه، المحجن عصا كانت بيده صلى الله عليه وسلم، سقطت عصاي وأنا أكلمه. مثل هذه تسمى المحجن، سميت المحجن لأن رأسها منحني، فالمحجن هي عصا في رأسها انحناء انثناء تثني، فكان صلى الله عليه وسلم وهو يطوف لا يصر على تقبيل الحجر الأسود مع أنه سنة ويحب ذلك، حتى لا يزاحم الناس ولا يدفع الناس أمامه. قبل الحجر صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه لما قبل الحجر عمل ثلاثة أشياء: أكب على الحجر، مسحه بيده، وقبله، ووضع رأسه، سجد على الحجر، أي لله تعالى، سجد على الحجر الأسود. فهي ثلاثة أشياء: المسح والتقبيل والسجود. وقال لسيدنا عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر صلى الله عليه وسلم، التفت إلى سيدنا عمر وقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، هنا يكون البكاء. وقيل أن الحجر الأسود هو المكان الذي أودع الله فيه العهد، لما أخذ العهد على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم في عالم الأرواح ألست بربكم، أودع العهد هذا في الحجر الأسود. فمن جاء وقبل الحجر الأسود مستشعرا تجديد العهد مع الله تعالى، يأتي الحجر الأسود وله لسان يوم القيامة أن ينطق، وعينان يشهد لكل من قبله بتجديد العهد. لكن لا ينبغي للإنسان في تقبيل الحجر أن يزاحم الناس، بمعنى يؤذي هذا أو يدفع ذاك، إذا توصل الأمر إلى هذا الحد فالأفضل عدم التقبيل. لهذا كان صلى الله عليه وسلم شرع لنا إما الإشارة باليد أو كان يشير بالمحجن صلى الله عليه وسلم، ويقبل المحجن صلى الله عليه وسلم بعد إشارته إلى الحجر به. ولما انتهى من طوافه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقف وراء مقام إبراهيم وقال وتلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى وجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، وهو في ذلك إشارة إلى تعظيم أثار الصالحين. مقام إبراهيم ما هو؟ هو حجرة وقف عليها سيدنا إبراهيم الخليل وهو يبني الكعبة، كانت ملتصقة بالكعبة وقريبة أكثر من الكعبة، فأثرت قدما الخليل عليه السلام في هذا المكان. فقيل أن سيدنا عمر اقترح على الرسول قال: هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكانت كما يسمون ثقافة الصحابة تعظيم آثار الصالحين، آثار المحبوبين من الأنبياء والصالحين. ثم توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة كما ذكرنا. لما بدأ النفر من عرفة صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة في تلك النفرة حتى وصلوا إلى مزدلفة. فلما وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مزدلفة حط رحله وصلى المغرب والعشاء جمع قصر متأخيرا، ونام صلى الله عليه وسلم، وكانت تنام عينه ولا ينام قلبه. لهذا قال العلماء النوم في ليلة مزدلفة في مزدلفة أفضل حتى من القيام، لأنه استعداد للجهد الكبير في يوم الحج الأكبر الذي يأتي في اليوم الثاني. فلما اقترب الفجر قام صلى الله عليه وسلم وصلى ما شاء الله تعالى له، وصلى الصبح ومشى إلى جهة المشعر الحرام، وأخذ يدعو قال ورفع يديه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم من على منكبيه. ثم لما أسفر الصبح يعني قرب الإشراق، توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، فأقبل على منى من الطريق الأوسط الذي يصل به مباشرة إلى العقبة، جمرة العقبة، فرمى صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة. في ذلك كله منذ أن أحرم إلى أن رمى جمرة العقبة وهو مشغول بالتلبية صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم عرفة ما بين الدعاء والدعاء بعد الدعاء أثناء النفرة، قالوا لم يكف عن التلبية صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وهو يواصل التلبية، والصحابة من حوله بعضهم يلبي وبعضهم يكبر وهو يقر هؤلاء وهؤلاء حتى أصبح. فلما أصبح أخذ يلبي مواصل بالتلبية إلى أن وصل إلى جمرة العقبة، فرمى الحصيات السبع، هذه الحصيات أخذهن له أسامة بن زيد وقيل غيره من مزدلفة، أمره أن يأخذها دون أن يكسر حجر أو يكسر الجبل أو شيء الموجود، لكن تكون حصيات حجر ليست شيء يتفتت. فأخذها صلى الله عليه وسلم ورمى بها بيمنه سبع حصيات، ثم لما رمى السبع الحصيات حلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
وذكروا أنه لما حلق حلق له رجل من الصحابة. هذا الرجل الذي حلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حلاقته وواقف على رأسه ضحك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه وقال له إن شحمة رسول الله تحت موسك يا عمير، إن شحمة رسول الله تحت موسك، يعني الآن ملاطفا له صلى الله عليه وسلم. قال نعم بأبي أنت وأمي، إن هذا من فضل الله علي. فلما انتهى من حلاقة شعره صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الذي حلق له نصف الشعر وأمره أن يقسم النصف الثاني على الصحابة، أخذوه تبركا من أثره صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فكاد الناس يقتتلون على هذه الشعرات، والبعض ممن هم كانوا واقفين في ذلك المكان لم يصل إليهم شيء يعني تحفزوا. فقال النبي لمن حلق له عمره، قال له اقسم الشعر بينك وبينهم، يعني النصف الذي معك أيضا اقسمه إلى نصفين. فوصل بعض منهم إلى سيدنا خالد بن الوليد، كان يضعه في خوذته إذا خرج إلى الجهاد في سبيل الله. ذات يوم سقطت الخوذة بين خيول العدو، فكر مرة أخرى على العدو كرة قوية كاد أن يقتل فيها من شدة انزعاجه وتلهفه على شعرات رسول الله أن تكون بين حوافر الخيل، فأخذها. ولما رجع قال له بعض من كان معه من القواد يا خالد كدت أن تودي بنفسك من أجل هذه الخوذة؟ قال نعم، إن فيها شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لأتركها. تتوارث عدد من الصحابة إلى التابعين إلى من بعدهم هذه الشعرات، حتى قالوا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في عصره كان معه بعض شعرات رسول الله، أوصى أنه إذا مات أن توضع على عينيه بين كفنه وعينه، توضع على عينيه إذا دفن تبركا بها من أثره صلى الله عليه وسلم. وكان بعض التابعين ومن بعدهم يغسلون ما وصل إليهم من هذه الشعرات ويتبركون بمائها من أثره صلى الله عليه وسلم. كانت لأم المؤمنين ميمونة جبة من جبب الرسول عندها، إذا مرض أحد من حواليها يأتي فتبل لهم هذه الجبة ويأخذون ماءها فيشفيهم الله سبحانه وتعالى. قسم شعره صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رمى وحلق، توجه لينحر الهدي. كان ساق صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل هديا إلى البيت، فنحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 جملا، سبحان الله على عدد أيام سنوات عمره صلى الله عليه وسلم. قالوا كان ينحرها واقف والإبل معقولة وهي واقفة، قالوا كانت الإبل تتدافع إليه، كل واحد من الجمل يريد هو أن ينال النحر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا تتدافع لا عنه ولكن إليه، تقدم أعناقها إليه صلى الله عليه وسلم لينحرها فتقسم ويأكل الناس منها. وهذا الحب الذي وقر والتعظيم والتعلق الذي وقر في قلوب الجمال المواشي، فصارت تقدم رقابها لتنال شيء من الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا نقدم أهواءنا ولا أنفسنا ولا رغباتنا تحت أمر طاعته صلى الله عليه وسلم؟ ألا ندع شيء من أمور الشهوات الفانية التي حرمها الله؟ ألا نتنازل عن شيء أنفسنا وأهواءنا تريده من أجله صلى الله عليه وسلم؟ فلما نحرها صلى الله عليه وآله وسلم نحر 63 وجعل الباقي 37 لسيدنا علي بن أبي طالب يكمل عليه السلام نحرها بعد ذلك، وقال لا تعطوا شيئا، قسموا جميع ما كان منها لحمها وجلدها وشحومها على الناس، ولا تعطوا الجزار شيئا من ذلك ونعطيه من المال، يريدها كلها تتقسم. ثم أوضح للناس أنه يجوز لما كان أضحية، ما كان أضحية ليس دما واجبا، ما كان أضحية أن يؤكل منه ويقسم على الناس. ثم ذهب صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وقيل أنه صلى الظهر هناك ثم رجع مرة أخرى إلى منى وقضى 3 ليالي التي هي ليالي التشريق. نسيت أن أقول أنه في يوم النحر بعد أن رمى صلى الله عليه وآله وسلم ونحر وقف وخطب صلى الله عليه وسلم في منى، وهي الخطبة الثانية التي كانت في حجه غير خطبة المدينة. خطب خطبة صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة، حث فيها على كثير من الفضائل وعلى كثير من الأمور. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خطبته، ركز على 5 أشياء أساسية. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشعرا للناس بحسن ترتيب شهور السنة، لأنها كان هناك يحصل شيء أن أعيان كفار قريش وبعض زعماء العرب يغيرون في الأشهر الحرم في أيام حروبهم وغيرها لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم. قال ما وإن الدهر قد استدار على هيئته التي خلقه الله تعالى عليه.
ثم قال لهم في أي يوم أنتم؟ قالوا فصمتنا حتى ظننا أنه سيسميه بيوم يوم آخر. فقال أوليس هذا بيوم النحر؟ قالوا بلى. قال في أي شهر أنتم؟ قالوا فسكتنا ظننا أنه سيغيره من هيبته صلى الله عليه وسلم واستشعارهم أن الموقف كبير. قال أليس ذو الحجة؟ قالوا نعم. قال في أي بلد أنتم؟ قالوا بلد الله الحرام؟ قالوا نعم. قال أما وإن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كرر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم حث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة، وأوصيكم بالسمع والطاعة أي لأولياء الأمر في غير معصية الله تعالى، لما في ذلك من اجتماع كلمة المسلمين. الخروج عن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله يترتب عليه تشتيت بين الناس. اليوم صار الذي يذكر هذا الكلام ينظر إليه وكأنه يجامل أو ينافق، لكن يا إخواني الأمر دين، ولي الأمر المسلم وإن كان مخطئا أو سيئا يطاع في غير الخطأ في غير المعصية، لأن في ذلك لم شمل الأمة، في ذلك وحدة كلمة الأمة وصفها وإضعاف النزاع فيما بين الناس. أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، أي جعلوا ترتيب المناسك مأخوذا عني بترتيب. ثم قال بلغوا عني ولو آية. فأشعر صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه على وشك الرحيل، قال بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، كأنه نقل أمانة البلاغ إلينا من عنقه إلى أعناقنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيها الناس اسمعوا وعوا، فلعلي لا ألقاكم بعد يومكم هذا بعد عامكم هذا. كان الناس من بداية الحج يسمون هذه الحجة بحجة الوداع، انتشر بين الناس هكذا سبحان الله أن اسمها حجة الوداع ليس بعد الوفاة في أيام تلك الحج. حتى بعض الصحابة يقولون كنا نردد ونسمع حجة الوداع وما ندري ما الوداع، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر، وأخذ يوصي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوصاياه المعروفة. ثم توجه إلى مكة كما قلنا وطاف، ثم صلى الظهر على بعض الروايات ورجع إلى منى، هذا كله في اليوم العاشر، لهذا سمي الحج الأكبر. فيه دعاء في يوم المشعر في النهار نراجع، ثم الرمي العقبة، ثم الحلق، ثم النحر، ودعا عند حلقه قال الله رحم الله المحلقين الذي يحلقون بالكامل بالموس. قال بعض الصحابة والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين صلوات ربي وسلامه عليه. فرمى وحلق ونحر وطاف وخطب وطاف طواف الإفاضة ورجع، كل هذا كان في يوم واحد، والنبي قد أشرف على 63 من عمره صلى الله عليه وسلم. رجع إلى منى صلى الله عليه وسلم وبات فيها تلك الليلة. وفي اليوم الثاني خطب الناس صلى الله عليه وسلم، قيل أنه خطب في اليوم الثاني صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الخطبة الثالثة. ثم بعد ذلك بعد أن زالت الشمس أي من بعد الظهر ذهب ورمى الجمرات، ابتدأ بالجمرة الصغرى ثم دعا الله طويلا قالوا بما يقارب سورة البقرة، وقف يدعو، ثم رمى الجمرة الوسطى ودعا الله طويلا، ثم رمى الجمرة الكبرى العقبة الكبرى وسار لم يتوقف عندها للدعاء. خطبة يوم حصل فيها إيه؟ ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عددا من التعاليم في خطبة اليوم الثاني، وأصلا اختلف فيها من أصله في يوم النحر، في ثاني يوم النحر هل خطب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لا، ولكن قال إن هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد؟ قيل أن هذا الكلام إن الله قد حرم دماءكم كان في الخطبة الثانية، وقيل كان في الخطبة الأولى صلى الله عليه وسلم، وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني كانت هذه الكلمة مؤثرة للغاية لساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما استشعروا أنه ربما يكون وقت الفراق الحسي، وكثير منهم من شدة حبهم لرسول الله وتعلقهم به لم يقبلوا التفكير في ذلك أصلا، فكانت تمر عليهم هذه المؤشرات لا يتقبلون أن يقفوا معها ولا يستشعرونها مع تعظيمهم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الخطبة، بس شعروا حضرتك ساعتها أنه خلاص إن الكثير من الصحابة استوجسوا استشعروا شيئا، والكثير منهم
سبحان الله. وأظنوا بكوا. بكوا لما كان يخطب صلى الله عليه وسلم، قالوا ما تكاد لم تكاد تبقى عين إلا وبكت. لكن الكثير منهم لم يستشعروا معنى الفراق، وهذا من لطف الله بهم جاءت الأمور هكذا، وأيضا من قوة تعلق قلوبهم. تعرف الإنسان لما يكون يحب إنسان محبة كبيرة لا يرد على باله تفكير الموت، لا يقبل أصلا أن يفكر تماما. لهذا لما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم طاشت عقول كثير من الصحابة. سيدنا عمر، وسيدنا عمر أخذ السيف وصار يلوح بأن جماعة من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وما مات رسول الله ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وهو عائد، من قال ذلك ضربت عنقه. قلوب الصحابة من قوة تعلقهم بجنابه الشريف لم تتقبل حتى التفكير في معنى الفراق. لما تلا سيدنا أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون، قال سيدنا عمر كأني أسمعها لأول مرة، ما كأني سمعت هذه الآية من قبل لشدة تعلقهم به صلى الله عليه وسلم. انتهى من خطبته في ذلك يوم، رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، والرمي مفتوح من بعد الزوال إلى آخر أيام التشريق، قال بعض العلماء إلى الفجر من كل ليلة. في اليوم الثاني كذلك صلى الله عليه وسلم فعل رمى، وفي اليوم الثالث رمى صلى الله عليه وسلم مع الزوال ونفر إلى مكة، واستراح في منطقة على مدخل مكة صلى الله عليه وسلم، ضرب له أحد الصحابة فيها قبة من جلد، استراح فيها صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودخل مع السحر ارتاح قليلا، ومع السحر دخل إلى مكة وطاف فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وتهيأ راجعا وقافلا إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. قبل الرحيل إلى المدينة السيدة عائشة قالت أنا ما اعتمرت، قال لها الحج يكفي، قالت لا أريد أن أعتمر، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على دابة إلى التنعيم أدنى الحل وأقرب منطقة خارج الحرم، وأحرمت من هناك وعادت واعتمرت، ثم ارتحلوا متوجهين إلى المدينة المنورة. ولهذا صار اسم المسجد مسجد السيدة عائشة الذي أقيم بعد ذلك على منطقة التنعيم أو في منطقة التنعيم. هذا مجمل لحجه صلى الله عليه وسلم. كان يحث في أيام التشريق على إطعام الطعام، وكانوا يتزاورون، وكان يقول أيامه من الأيام أكل وشرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتزاورون ما بينهم وبين يلقى الناس ويلقونه الناس، وكان في الحج يدعو إلى التيسير صلى الله عليه وآله وسلم. في مزدلفة صحيح ذهب الصباح، لكن أذن للنساء وللذين يقومون على الخدمة وعلى العدد من الناس الذين يشعرون التعب أو الضعف، أذن لهم بأن من منتصف الليل أن يذهبوا. ما سأله أحد عن تقديم أو تأخير، قال أحدهم قال رميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. فأرى الناس معنى التيسير صلى الله عليه وآله وسلم، أراهم الشيء العملي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا سيدنا الفضل بن عباس كان رديفا لرسول الله عند منصرفه من عرفة، فجاءت امرأة قالوا أنها كانت صبيحة الوجه يعني فيها جمال وهي محرمة، وأقبلت على رسول الله تسأله في أمر دينها، وكان الفضل بن العباس أيضا وسيما فيه جمال، فكان الفضل بن العباس كأنه أخذته نظرة إلى المرأة، والمرأة تكلم رسول الله، فالتفتت إلى جذبتها هيئة فالفضل بن العباس، فأخذ رسول الله بلطف بذقن الفضل بن العباس وأشاح بوجهه عنها ليشعره أن النظر أصلا حرام، ثم أنت الآن في معنى. كان صغيرا في السن في مقتبل الشباب، فأشعره صلى الله عليه وآله وسلم أن اقتراب الرجال من النساء في مثل هذا الموطن مع كشف الوجوه هو اختبار ليدرب الإنسان نفسه على معنى الطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. عاد صلى الله عليه وآله وسلم من الحج قافلا إلى المدينة المنورة، ففرح أهل المدينة برجوعه، وما بقي في هذه الدار إلا أشهرا بعد ذلك، 3 أشهر انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. اسمح لي نطلع فاصل، نرجع لنا فاصل ونعود. لو رآك لأحبك، لو رآك، لو رآك لأحبك. عدنا لكم من جديد، ويمكن المناسك اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقوم بيها خلت الناس برضو تتساءل، يعني يمكن طيب اللي ربنا ما كتب لهمش السنة دي انهم يحجوا البيت الله الحرام يعملوا إيه؟ أولا يصومون ما استطاعوا صيامه من أيام العشر كما ذكرنا في بداية الحلقة، يكثرون من الذكر من الاستغفار، في يوم عرفة الصيام يكون آكد، يقضون يوم عرفة في العبادة والذكر والتوجه إلى الله، لا يضيعون مثل هذا اليوم، فيشاركون أهل عرفة فيما يتنزل عليهم.
ورد أنه يعدل كفارة السنة والسنة التي تليها, السنة التي سنة والسنة التي تليها, وقيل أنه يعدل بصيام سنة كاملة عند الله عز وجل. لكن إضافة إلى الأجر المعنى, أن يا رب أنا لم يتيسر لي الوفود عليك في بيتك الحرام, لكني لن أنقطع عن حال الواقفين. ولهذا كان السلف الصالح وأئمة العلماء إلى مشايخنا الذين أدركناهم في يوم عرفة يعرفون ما هو التعريف في بلدانهم, يجتمعون هم والناس من العصر إلى المغرب يذكرون الله, يسبحون, يحمدون, يهللون, يأتون بالأذكار, يتذاكرون, يذكرون الناس ويفطرون معا, يتعرضون لنفحة الله التي تحصل لأهل عرفة. فإذا نظر الله إلى العبد رأى أن قلبه متعلق, المرء حيث أحب لا يحرم نفسه من ذلك. لكن هناك سؤال إذا أنت أذنت لي أو تساؤل, نحن تكلمنا في أول الحلقة إلى الآن عن فيما لو كنا معه في حجه صلى الله عليه وسلم, هل ترى أن نعرج على فيما لو جاء هو اليوم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموسم؟ نعم. وحج معنا؟ نعم يا ريت. أول ما يخطر في البال لو جاء صلى الله عليه وسلم معنا وجاء موسم الحج وقرر الحج, أول ما سينبه إليه ويلفت النظر إليه المال الذي يصرف على الحج, أهو من حلال أو من حرام؟ أهو من مدخول حسن أو مدخول سيء؟ لأن الرجل اللي يأتي أشعث أغبر يلبي لبيك اللهم لبيك, مأكله حرام, ملبسه حرام, وزاده من حرام, يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك والعياذ بالله. فيحس يعني أول ما سينبه عليه فيما سيرى اليوم ذلك. الأمر الثاني, سيفرح من قوة إقبال الناس على الحج, تلهف الناس على الحج. أظن أنه لو جاء صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشاعر ورأى المليونين وثلاثة الملايين وهي مقبلة, سيرى فيها ثمرة ما جاهده صلى الله عليه وآله وسلم. سيحب صلى الله عليه وآله وسلم ما سيرى من إقبال الشباب على الحج. جاءت فترة في الستينات والخمسينات والسبعينات, صار الذين يذهبون إلى الحج غالبهم كبار السن فقط. صحيح. الآن سيرى الشباب وهو مقبل على الحج. لن يرضيه أن يرى جعل الحج وسيلة للتباهي بين الناس. أنا الحجة دي واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها وسنة الخمسة الحجات, أنا حجيت 15 حجة, أنا حجيت كذا, وحد يقول له حج ازيك يا حج, وما يحب إن ناداه الناس بذلك فهو حسن. لكن إن صار هو يطلب ذلك فهذا أقرب إلى الرياء. يعني إذا صار نفسه تتطلب مثل هذا الوصف, أظن سيفرحه صلى الله عليه وآله وسلم العادة الجميلة الموجودة في كثير من بلدان المسلمين مثل مصر, أظنها باقية في الأحياء الشعبية وفي القرى إلى الآن, أن الذي سيذهب إلى الحج يحتفى به, يودع ويشعر, النساء يزغردن والرجال يطلبون, النساء والرجال يطلبون الدعاء منه ويودعونه ويزينون بيته, يشعرون الحي أجمع أو القرية بأجمعها أو المدينة بأن هناك من سيكرم بالوفود على الله عز وجل. سيفرحه صلى الله عليه وسلم إحياء سنة أنه بعد الحج يذهب الناس إلى الحاج, وهي سنة متروكة يعني مستحبة من سنن السلف الصالح, تركت. كان السلف إذا رجع الحاج من الحج يذهبون إليه في أول أيام مجيئه, لا يدعون ثلاثة أيام تمر إلا وقد زاروه. لماذا؟ قال يطلبون منه الاستغفار, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فلهذا كانوا إذا رجع الحاج يذهبون يزورون يقولوا استغفر لنا, فيقول اللهم اغفر لي ولإخواني هؤلاء أو اغفر لي ولأخي فلان, فتحصل له المغفرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أنه لو ذهب إلى الحج لن يسره أن يرى بعض السلوكيات بين المسلمين, الرفس والفسوق الذي يحدث, الرفس والفسوق والكلام غير والجدال. المناسب والجدال أيضا لن يناسبه طريقة التعامل, الناس ما تتحمل بعضها. صحيح. هذا يدفع هذا, واحد يريد يعمل سنة الهرولة فيدفع عجوز في الطريق, واحد يريد يقبل الحجر الأسود فيضرب رأس واحد أو يشتم, لا, الأمور تكون بالسكينة كما ذكرت. سيسره صلى الله عليه وسلم اختلاط الأجناس في الحج ما يرى, أظن أنه سيسره الجهد الذي بذل في خدمة الحجيج, وجزى الله خير خادم الحرمين, يعني الأمر يؤدى إلى أهله فيما بذل من جهد في خدمة الحجيج وتطوير المناسك, ولعله كان سيحب أكثر لو رأى الاعتناء ببقاء معنى الأثر الموجود في الحج. بعض الأسئلة مولانا برضو كانت لنا على الموقع, يعني شرح من تعجل في يومين ومن تأخر لإثم عليه. نعم, الله سبحانه وتعالى خير الإنسان في منى بين أمرين, إما أن يحضر اليوم العاشر اللي هو يوم النحر, ثم يحضر الحادي عشر والثاني عشر ويتعجل, أي ينفر لا يجلس اليوم الثالث عشر. نعم. هذا من حقه أن يفعل ذلك, شريطة أن يبدأ في الحركة قبل غروب الشمس, فإذا غربت الشمس وهو لم يتحرك
من مكانه من رحله من نزوله وجب عليه أن يبيت ليلة أخرى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأصل في ذلك التقوى، لكن هو صلى الله عليه وسلم تأخر أي بقي إلى اليوم الثالث. هل يجوز لمن يقيم في منى أو في جدة أثناء أيام التشريق أن ينوي طواف الإفاضة والوداع معا؟ الأصح أنه لا يجمع بين الإفاضة والوداع لمن قدم الطواف قبل المبيت. نعم. لأنه لا يتأتى له لأنه لم يكن قد انتهى من نسكه، بقي له المبيت ثلاثة الليالي. لكن من انتهى وأخر طواف الإفاضة إلى ما بعد النفرة يجوز تأخيره إلى ما بعد النفرة. بعض الفقهاء قالوا يدرج هذا في هذا الاعتبار أنها مستحبة سنة الوداع، لكن كثير من الفقهاء قالوا لا يدرج هذا في هذا، لأن هذا ركن، الذي هو طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع من العلماء من قال أنه واجب ومن العلماء من قال أنه سنة. فمن استطاع أن يطوف بها ونعمة، من لم يستطع بسبب نساء مع ضغط شديد أو كبار في السن معه أو يفوته الركب، قالوا له أن يترك طواف الوداع وعليه دم. وبعض العلماء قالوا كالمالكية ليس عليه دم في هذه الحالة. نعم، احنا يمكن وقتنا خلص، أدركنا الوقت. نعم، ويعني اسمح لي نحن ندعو بقى في ختام هذه الحلقة، ندعو للحجاج وغير الحجاج، وندعو لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فقط أريد أن أقول أنه سيسره صلى الله عليه وسلم أن يرى من الحجاج روح المجاهدة، ليس فقط البحث عن المخارج والأعذار، يعني الذي له عذر لا بأس، الأمور فيها سعة. كذلك سيحب من العلماء التسهيل على الناس واتقاء التصادم بين الناس، لكن يحب أن يرى في المؤمن الهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والآن في هذه الساعة ونحن في الأيام العشر، حبذا لو أرفع يدي ويرفع الأستاذ عمر يديه، وكل مشاهد يشاهدنا في هذه الساعة يرفع يديه ويدعو كل في سره. دعونا نتشارك عبر الأثير كما يقولون، يعني كل واحد منكم الآن يوجه قلبه إلى الله حتى نعيش معنا مجلس الذكر ومجلس العلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، واجعل هذه الليالي والأيام من أسعد الأيام والليالي علينا. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين وزوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بحفظك العظيم، وأكرمنا بكمال الكرامة، ومن وقف منا فتقبل منه، ومن لم يكتب له هذا الموسم فوفر حظه من عطائك فيه، ويسر له في المواسم المقبلة. اللهم كلنا بما كنت به للمحبوبين. اللهم إذا تجليت على أهل عرفة وخاطبتهم في هذا اليوم العظيم، فنسألك أن تنظر إلينا فيما وتجعلنا بمن تنظر إليهم بعين المحبوبية والرحمة، فتغفر ذنوبنا فإنها كثيرة، وتتحمل تبعاتنا فإنها ثقيلة، وتتوب علينا فإن في حاجة إلى أن تتوب علينا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا، وفرج عن الأمة المحمدية، اجعل الموسم موسم فرج للأمة، وذكر الحجاج بأن يدعو لهذه الأمة، يدعو لأهل فلسطين ولأهل العراق. اللهم فرج عنهم وخذ بأيديهم وانظر إليهم، وتولى أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب، واجعلنا من أهل البلاغ عنك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا زيارة النبي في الدعاء، لم يتسع الوقت للكلام عنها. لا يوجد صادق في حب الرسول ويذهب إلى تلك المواطن ويبقى بينه وبين رسول الله 3.5 ساعات بالسيارة أو 1.25 ساعة بالطيارة، ولا يفكر أن يأتي فيزور الحبيب صلى الله عليه وسلم. ظهر بين الناس بدعة جديدة وهي التجافي عن رسول الله في عصرنا. البعض يحج ويرجع دون زيارة الرسول، وهذا من الجفا. فينبغي أن يحرص الإنسان هناك ويحسن القدوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى من فضل الله الكبير هناك ما الله تعالى له أهل. مولانا كل سنة حضرتك طيب، وحج مبرور ليك إن شاء الله بإذن الله، وربنا رب يعني يسرها لك ويسرها لنا إن شاء الله بإذن الله، وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. وكل عام وأنتم جميعا بخير، وربنا يجعلها أيام خير وبركة علينا على مصر، على الأمة الإسلامية والأمة العربية يا رب إن شاء الله بإذن الله. وأنا بشكر جدا مولانا الحبيب جيفري على هذه الحلقة المتميزة جدا، وبشكرك مولانا جدا، واسمح لي بقى إن شاء الله نلتقي بإذن الله لنعاود حديثنا السابق
في ملفاتنا التي قلنا بدأناها الشباب. عن الشباب والمراهقة والعلاقة بين الأباء والأبناء إن شاء الله بعد أجازة العيد إن شاء الله بإذن الله. بارك الله أشكركم فيك. مرة تانية وعيد سعيد عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة وحياتنا.